إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ففي الجمعة الماضية تكلمنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، ذكرنا شيئا من فضلهم، وذكرنا شيئا من ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه العزيز. ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن أنهم هم الصديقون، وأنهم هم الرجال، وضربنا أمثلة رائعة من سيرهم رضي الله تعالى عنهم في فضلهم وفي محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكرنا أننا في هذه الجمعة بإذن الله تعالى سنتكلم عن حقهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين، حقهم جميعا على هذه الأمة. ما هو حقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ We mentioned last week, brothers and sisters, we talked about the virtue and the status of the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And we mentioned how Allah subhanahu wa ta'ala vouched for them and explained and mentioned some of their characteristics. He mentioned subhanahu wa ta'ala that they were the truthful and that they were the true men, radiyallahu ta'ala anhum ajma'een. And then we mentioned some of the examples of the sahaba that show their virtue, radiyallahu anhum, and showed the true love they had for the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. And we concluded by the question with the question of what is their right, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, upon us, upon this nation. نقول أيها الأفاضل، أولا حقهم radiyallahu ta'ala anhum ajma'in أن نحبهم، لأن حبهم دين، وأن نذكرهم بكل خير، وأن نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال:
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض السلف: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وصدقوا والله، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه أيضا. هذا في حبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. We mentioned, brothers and sisters, the first right of the Sahaba upon us is to love them, because their love is a sign of Iman and a sign of our deen. And we only mention them with what is good, what is very beautiful. And we hate and dislike those who dislike them. As an Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, said in his book, Al-Aqidah, the Creed, he said, we love the companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And we are not extreme in loving any one of them in particular. And we do not free ourselves from any of them. And we dislike those who dislike them and who mention them with evil. He said we only mention what's good. And he mentioned we only mention what's great and what's pious. And he said the love of the Sahaba is a sign of Iman, of faith, and belief. And he said, disliking the Sahaba is a sign of disbelief, hypocrisy, and evil. And then we mentioned the statement of some of the righteous predecessors. They said, rahimahumullah ta'ala, the love of Abu Bakr, loving Abu Bakr, is a sign of establishing the deen. And loving Umar is a sign of being upon the right path. And loving Uthman is a sign of seeking the light from Allah subhanahu wa ta'ala and righteousness. He said, and the love of Ali is a sign that one is holding on to la ilaha illallah, holding on to the tawheed. He said, whoever says good about the Sahaba radiallahu anhum, then he is free of hypocrisy. And we mentioned that what they said is the truth. May Allah have mercy upon them. He said, sallallahu alayhi wa sallam, whoever loves the Ansar, who are the citizens of Medina, and those who radiallahu ta'ala anhum aided and helped and assisted the migrants and muhajireen who migrated from Mecca to Medina. He said, sallallahu alayhi wa sallam, loving the Ansar is a sign of Iman. And disliking the Ansar or hating the Ansar is a sign of hypocrisy. And the hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, only a mu'min loves the Sahaba. And only a hypocrite dislikes the Sahaba. The hadith is agreed upon. And in another hadith that is agreed upon as well by Al-Bukhari and Muslim, he said, sallallahu alayhi wa sallam, whoever loves them, Allah will love him. And whoever dislikes them and hates them, Allah will hate him. أيها الأفاضل، وأما من سبهم ولعنهم وتكلم بالسوء فيهم شل الله لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابي. فإن رأيت إنسانا يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخير فاشهد له بالإيمان، وإن رأيت إنسانا يتكلم في الصحابة ويذكرهم بالشر ويبغضهم فاشهد له بالنفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. We mentioned, brothers and sisters, as for those who dislike the Sahaba and curse them, may Allah curse them. He said, sallallahu alayhi wa sallam, do not curse my companions. And he swore by Allah subhanahu wa ta'ala that if one of us
was to spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala the weight of the mountain of Uhud, one would not reach the level or even halfway through. And this hadith is agreed upon by al-Bukhari and Muslim. And he said sallallahu alayhi wa sallam in the authentic hadith, whoever curses my companions, then the curse of Allah, his angels, and all of humanity or all of the people will be upon him. And he said sallallahu alayhi wa sallam in a hadith that is good and sound, the curse of Allah subhanahu wa ta'ala is upon those who curse my companions. And we mentioned if you see a person who says nothing but good about the companions and is pleased with them, then testify and bear witness that he is a believer. And if you see a person who says nothing but evil about the Sahaba, curses them or mentions something that is not good about the Sahaba, testify and bear witness that this person is a hypocrite. ثانيا أيها الأحبة من حق الصحابة رضي الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين حقهم علينا أن نتمسك ونسلك سبيلهم ونتبع من تبعهم لأن سبيلهم هو سبيل النجاة سبيل المؤمنين ومنهجهم هو منهج الحق لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة قد جاءت الأدلة من كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أن سبيلهم هو سبيل النجاة وتأمر المؤمنين باتباع ما كانوا عليه ففي كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه من هم المهاجرون والأنصار أليس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنع كثيرا من الأحزاب الذين سلكوا سبيلا غير سبيل الصحابة أن يعودوا راغبين إلى سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتعود لهم العزة والسيادة وينتصروا على أعدائهم فما هو السبب سبيل واضح بين نهايته معروفة رضا الله والجنة We mentioned brothers and sisters the second right of the Sahaba upon us is that we follow their guidance we follow their understanding and we follow their methodology رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم because it is the path of Allah it is the path Allah ordered the believers the mu'mineen to be upon it brings a person the happiness and joy in this life as well as in the hereafter as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran what means and what translates and the foremost to embrace Islam of the muhajirin those who migrated from Mecca to Medina and al-ansar the citizens of Medina and those who helped in assisting and aiding the migrants and also those who follow them exactly in faith Allah is well pleased with them as they are well pleased with him We said, what is the reason for some of these sects nowadays not to follow the methodology of the Sahaba? May Allah be pleased with them. The methodology in which Allah subhanahu wa ta'ala ordered this nation to be upon. What is the reason not to be upon this? Allah tabaraka wa ta'ala will give us back our grace and our pride and will make us victorious against our enemies. Being upon the methodology of the Sahaba equals the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and paradise. أيها المؤمنون وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ويقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ما هو سبيل المؤمنين المذكور في الآية هو سبيل الصحابة فهم المؤمنون حقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين We mentioned brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala says in his book what means and what translates Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this is my path, this is my way. Pure monotheism, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. I call on to Allah subhanahu wa ta'ala. I and whosoever follows me upon pure tawheed. We mentioned the Sahaba radiallahu anhum, ya ikhwa, are in the front lines of all of the believers radiallahu ta'ala anhum wa ardahum.
And we mentioned Allah Tabaraka wa Ta'ala says what means and what translates in another ayah. And whoever contradicts and opposes the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believer's way, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in hell. What an evil destination. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فما زلنا نذكر بعض الآيات التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى والتي تدل على أن سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو سبيل النجاة وهو سبيل المؤمنين وهو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا، يقول تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الذين أنعمت عليهم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. We mentioned, brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala, we have mentioned some of the ayat in which Allah tabaraka wa ta'ala has mentioned that the path, the straight path and the straight way is the way of the believers. And in the forefront of these believers is the companions of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and may Allah ta'ala be pleased with all of them. We said Allah ta'ala says in Surah Al-Fatiha, in which every rak'ah in our salah we must recite. He says subhanahu wa ta'ala, what means and what translates, guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who have earned your anger, such as the Jews, nor of those who went astray, such as the Christians. When Allah subhanahu wa ta'ala says, the way of those on whom you have bestowed your grace, those are the believers. The forefront of them are the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أعلى عليين. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأقوالنا وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. نكمل بإذن الله تعالى يا إخوة في الجمعة القادمة، نذكر أدلة من السنة النبوية في أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الصحابة رضي الله عنهم واتباع منهجهم واتباع ما كانوا عليه رضي الله عنهم، ونكمل أيضا في ذكر حقوقهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. We mentioned, brothers, that we will continue on next Friday بإذن الله تعالى, if we live until then, with some of the proofs and evidences from the ahadith, the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that show the obligation of following the understanding and the methodology of the companions. May Allah ta'ala be pleased with all of them. And we will mention some more rights of the companions upon us. May Allah ta'ala be pleased with all of them. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم يا ربنا وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم معهم برحمتك ومنك وكرمك وجودك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذله يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظهم من عبث العابثين، اللهم احفظ مكة والمدينة والأقصى. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا سريعا يا رب العالمين. اللهم رده إلى حوزة المسلمين، اللهم رده إلى حوزة المسلمين. اللهم يا ربنا عليك بالغاصبين الحاقدين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد شاباتهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.